بلغت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة مبلغا تجاوزوا فيه حدود الدنيا. روى البيهقي أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه يأتيني وقت أظن أنني إن لم أرك فيه أموت. ثم بكى. النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من البكاء، لأنه فهم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا تحتاج معه أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما إن يغيب عن ناظرك حتى تشتاق إليه فتحب أن تراه، فذهبت إليه فرأيته. فما وجه بكائك؟ أنت الآن تراه، مفروض أن تفرح لا أن تبكي. يا عين قد صار البكاء لك، قد صار البكاء شجية تبكين في فرح وفي أشجان، لماذا تبكي؟ فقال: يا رسول الله، إني تفكرت في أمر الآخرة، فعلمت أنك إذا دخلت الجنة ستكون مع النبيين، أنك حين تدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قطعا، أنك حين تدخل الجنة ستكون مع النبيين، وأنا إذا دخلتها سأكون في مرتبة دونك فلن أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده يقول له. ثم بعد ذلك أنزل الله قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذلك الرجل، وأنك ستراني في الآخرة أيضا. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يعمل كعملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب أبا بكر وعمر، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يجعلني معهم وإن لم لا أعمل كعملهم. هكذا كانوا، فكيف نحن؟ عندما تذكر هذه القصص لا تذكر للتسلية، لا تذكر للتأثير في القلوب ثم الخروج بلا نتيجة، وإنما تذكر لينظر المرء نفسه أين هو. الله ربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل ترون أن أحدا فينا تم إيمانه؟ ثم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة والناس معه بتلك الصورة، فما بال أبنائنا وبناتنا يفرون منه. عرفوا أبناءكم سيرة نبيكم، لا يتحقق ركن الإيمان، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تعرفه، إن لم تحبه، كيف تحب إنسانا تجهله؟ كيف ينشأ فتياننا وبناتنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجهلونه ولا يسمعون عنه إلا ما يؤذي، ولا سيما في مثل بلدكم هذا؟ وكيف يتم الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، كيف يكون هذا؟ أنتم الآباء لا تقتصر تربيتهم على إطعام أبنائهم و يعني إلباسهم وكسوتهم وتمريض، هذا جزء منها فقط، ولكن أين الدين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أين المسؤولية عن دين أبنائكم وبناتكم؟ الشاب هنا ينشأ لا يقيم لسانه من
لكنة العجمية؟ متى يستقيم قراءته لكتاب الله؟ متى يعرف ما كان عليه الناس مما ينبغي أن يعرفه؟ ثم الطامة العظمى أن هذا الكلام قد تسمعونه فتتأثرون وتخرجون ثم تخبطون في الحياة كما كنتم تخبطون فيها قبل أن تسمعوه. لو كان الصحابة مثلنا لقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم غيظا وأسفا ولكان بذلك حقيقا. Je disais que